السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبو أحمد معاكم، والطيارة وصلت. الوجبة بتاعتي الوليمة الذهبية اللي احنا كلنا عارفينها، الرنجة المشوية. أنا كل يوم باكل رنجة مشوية. بص معايا، ده إيه؟ بصل بلدي، أوف في خل وقع عليا، وده ليمون أخضر بلدي، ودي طحينة اللي بنتحدى بيها هيئة الأمم المتحدة، مش موجودة في الشرق الأوسط، وده العيش البلدي، الخبز البلدي. في تبانة رخمة قاعدة بتحوم حواليا هتموتني، وطبعا التحابيش. تعالى بقى خش عليا، بص 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 بص، دي الرنجة المشوية اللي أنا بعشقها 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 يا ناس، والريحة هتجنني. سيبوني بقى، خلوني أكل، يلا باي.